وعلى هامش مهرجان القاهرة السينمائي التقى جمهور ومحبو السينما بمجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية، منها ندوة التحديات والصعوبات اللي بتواجه السينما المصرية بحضور عدد كبير جدا من المهتمين بالسينما وبالصناعة، وفي مقدمتها الدكتورة ماجدة واصف رئيس المهرجان، والناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، والسيناريست مدحت العدل، والمخرج طارق العريان، والمخرج مجدي أحمد علي. كاميرا الجولة الفنية التقت هناك، وكان في البداية قابلنا السيناريست مدحت العدل. تعالوا نشوف لنا ايه عن الندوة. ازمة صناعة السينما يعني حصلت اتكلمنا فيها كتير جدا جدا، لكن انا من وجهة نظر الشخصية ان اهم تحدي يواجه صناعة السينما هي علاقة الناس بالسينما والفن. حصل نوع من انواع غسيل المخ لكثير من قطاعات الشعب المصري على اعتبار ان الفن حرام. والحقيقة انا يعني كنت بندهش جدا لما فنانة ترتدي الحجاب فيعملوا لها احتفال كأنها اعتزلت شيء مشين، والفن شيء عظيم جدا ورائع، وقوتنا الناعمة الحقيقية اللي عملت لنا عمق سياسي وثقافي واجتماعي في كل البلدان العربية وأفريقيا. وأنا فاكر أن أنا لما جيت أقدم الفنانة شريهان أول مرة قلت كانوا يحتفلون باعتزال فنانة، أنا بحتفل بعودة فنانة هي شريهان، وضربت مثل أن نجيب الريحاني موجود ولكن وزير المعارف أيامها محدش يعرفه، لأن الفن هو الباقي وهو الخالد. فأنا رأيي أن التحدي الأكبر من وجهة نظري أن احنا لازم نعيد فهم قيمة الفن والقوى الناعمة حتى للرجل البسيط اللي ماشي في الشارع. السينما والإعلام والفن والثقافة والتعليم هو أملك الوحيد أن انت تمنع تكوين إرهابي من هو صغير. علشان كده لما بنقول دور العرض لازم تبقى موجودة في الأقاليم، لأن الشاب أو الطفل أو اللي مش ما فيش قدامه فن ولا ثقافة ولا شعر ولا أصول ثقافة ولا يقدر يتفرج على مسرح وبتاع، ممكن جدا سهل جدا أن أنت تقنعه أن يتحول إلى إرهابي. العقل المثقف الذي يحب الجمال والفن لا يمكن أن يصبح إرهابي.